امسك نفسك وانت بتتفرج عليهم، ولو هتقعد في مكان عام وطي الصوت عشان ضحكتك هتجيب اخر الشارع ويمكن قلبك يقف من كتر الضحك. اكتر خمسه بيضحكوا على السوشيال ميديا. الاول اسلام فوزي، خريج تجاره وكان موظف في بنك، وحياته ما فيهاش غير مراته وعياله، وما يعرفش اي حاجه عن السوشيال ميديا. وبسبب خفه دمه اللي ما كانتش عاديه، مراته اقترحت عليه يعمل فيديوهات وينشرها، خصوصا انها كانت سابقاه في المجال وكانت بتعمل فيديوهات للميك اب وعندها خبره كبيره. وفعلا اسلام سمع كلامها لانه كان بيحب التمثيل ونفسه يدخل عالم الفن. وسنه 2020 ومع بدايه كورونا عمل اول فيديو، وما كانش متخيل انه هيضرب كده، وعدى 100,000 مشاهده في وقت قليل قوي. واسلام قرر يستغل اللي حصل ده وقال الموضوع ده بتاعي، وبقى الصبح يشتغل في البنك وبالليل يعمل فيديوهات. وفي وقت قليل قدر يعمل جمهور كبير قوي، لدرجة ان صفحته على الفيسبوك عدت 7 مليون متابع، وفيديوهاته الكل بيستناها عشان يتفرج عليها. واسلام بيحترم جمهوره وما بيقدمش اي نوع من الفيديوهات اللي فيها اي لفظ خارج، وبيراعي كمان ان في اطفال بتتفرج عليه، وده السبب اللي مخلي ربنا فتحها عليه كده ومن واسع. والفضل الاول والاخير بعد ربنا كان لمراته ياسمين اللي مسميها الخبير، واللي حطته على اول الطريق، وكانت السبب في السعد والهنا اللي هو فيه ودخله من السوشيال ميديا، اللهم لا حسد. التاني محمود السيسي، عم الشغلانة. محمود مواليد 90 وتخرج من كلية الحقوق، وكان شغال شغلانة عادية، لكن حلم حياته يبقى ممثل، ولف كتير على كذا ورشة وعمل كام كاست، لكن ولا مرة لفقت معاه. ورغم كده كان خاطب مرتين وفركش، وقرر يعمل اللي هو بيحبه. محمود مسك موبايله وبقى يعمل فيديوهات تضحك وينشر، مهما ينشر مفيش حد عاوز يتفرج عليه، لحد ما في يوم فيديو منهم ضرب ولف الدنيا كلها، ومحمود مسك طرف الخيط اللي هيمشي وراه. وساعتها قرر ياخد اجازه من شغله ويتفرغ للسوشيال ميديا بعد معافره كتير من اهله اللي كانوا رافضين الموضوع، لكنه صمم على رايه، وفيديو في التاني لحد ما اتعرف، وبسبب ايمانه بنفسه وخفه دمه اللي ما كانتش طبيعيه بقى رقم واحد. ومعظم الشباب بتابعه لانه بيعمل فيديوهات واقعيه زي قعده الشباب على القهوه وفكره المشاريع اللي بتدور في دماغ الكل، وكل فيديو دايما كان يطلع احسن من اللي قبله. ولما الظهر لعب معاه دخل عالم التمثيل وطلع في كذا فيلم، وعمل مسلسل انا وهي مع هنا الزاهد واحمد حاتم، وطلته كانت ظريفه وخفيفه. ومحمود قال انه بيحاول يطلع يضحك الناس وما يشيلهمش الهم، وان اكتر حاجه بتفرحه لما الناس بتشبهه بالفنان الراحل علاء ولي الدين، وده اللي مشجعه لحد دلوقتي انه يستمر. التالت احمد رمزي، اخف دم على السوشيال ميديا، مواليد 97 في حي السيدة زينب، واتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية. والظاهر كده ان رمزي ما كانش مستني يدخل عالم الفن او حد يكتشفه، فقرر من نفسه يعمل فيديوهات على السوشيال ميديا ويطلع يضحك الناس. بس الغريبة بقى ان رمزي من اول فيديو عمله عدى 500,000 مشاهدة، وده كله بسبب ان ربنا صارف له خفة دم وقبول ما ادهاش لحد. والحقيقة ان احمد راهن على نفسه وبقى يعمل فيديوهات كتير عن المواقف اليومية في حياتنا، وبأداؤه الارتجالي وبخفة دمه يكون جمهور كبير، ومفيش فيديو ليه دلوقتي ما بيعديش 1,000,000 مشاهدة. واتجه أحمد للشغل في السينما وعمل فيلم رهبة السنة اللي فاتت مع أحمد الفيشاوي، وقال إنه أكتر حد نفسه يمثل معاه هو الزعيم عادل إمام. ورغم إن أحمد ممثل إلا إن الفنانين ما سلموش من فيديوهاته، فبقى يخصص لهم فيديوهات يطلع يتريق فيها عليهم، ورغم كده محدش كان بيزعل منه ولا بيقول له حاجه، وده بسبب خفه دمه اللي بتنسيك اي حاجه تانية. الرابع مصطفى محمود ليشع، اسمه الحقيقي مصطفى محمود، وبيكره اللي ما يتسموش كره العمى. اما بخصوص اسم ليشع ده، فهو قال ان الاستاذ بتاعه في ثانوي هو اللي طلعه عليه، وفضل يتنده بيه كتير لحد ما الاسم لزق فيه وبقى جزء اساسي من شهرته. ليشع دمه خفيف بطريقة مش طبيعية، ورياكشنات وشه قادرة تضحكك من غير حتى ما يفتح بقه بولا كلمة، ولو مش مصدق ادخل واتفرج على فيديوهاته وانت تصدق. واللي يفرق مصطفى عن باقي البلوجرز التانيين انه بيقدر يصور في اي مكان، سواء في الشارع او في البيت او على القهوة، وكل فيديو بيضحك اكتر من اللي قبله. واكتر حاجة شهرته كان برنامج نصايح غير مفيدة والمتحدث الرسمي،
ومصطفى نفسه يمثل، وفعلا طلع في لقطة صغيرة كضيف شرف في مسلسل بالطو مع عصام عمر، لكن لسه ما جاتلوش الفرصة الحقيقية اللي تقدمه لينا على التلفزيون ويوصل ويبقى فنان معروف. أما الخامس والأخير مع كامل احترامي محمد عبد العاطي، اسمه الدلع مشمش وعنده 30 سنة، وكان فاشل في التعليم وجاب في الثانوية العامة 66%، ودخل جامعة في اسكندرية وقعد فيها 3 سنين وما كملش، ورجع دخل جامعة MSA في أكتوبر وقعد فيها لمدة 5 سنين. وفي الوقت ده أبوه وأخوه قرروا يفتحوا مشروع محلات جزارة في أكتوبر، وجابوا محمد يشتغل معاهم، فبقى الصبح في الجامعة وبالليل بيقطع لحمة للزبائن في محل أبوه. وبسبب وزنه محمد كان مادة للسخرية من أهله وخصوصا من أبوه اللي كان في الرايحة والجاية يقطم فيه، لحد ما قرر يعمل عملية ويخس 100 كيلو بعد ما وزنه وصل ل 230، وبقى مواظب على الجيم وكمان بيلعب مصارع روماني وأمريكان فوتبول. والحقيقة إن مشمش كان دمه خفيف، فقدر يوقع المعيدة بتاعته في حبه بعد ما كان رايح يتعرف عليها عشان تنجحه في مشروع التخرج، وبالمناسبة كانت أصغر منه بسنتين، وقرر إنه يتجوزها وبدأوا حياتهم مع بعض. وبداية دخول السوشيال ميديا لما كان شغال في شركة ماركتينج للسوشيال، وقرر يدخل الاستوديو في مرة ويجرب المايكات، وساعتها سجل حلقة لكن صوت بس، واتفاجئ إن الحلقة كلها شتايم، فقرر ينزلها على الانستجرام والناس كلها سمعتها لكن فضلت تضحك. فاندهش عبد العاطي وقرر إنه يسجل 3 حلقات تانيين فويس بس وينشرهم، وبدأت الناس تتفاعل معاه على فيديوهاته، لحد ما قرر يطلع بوشه ويعمل أشهر برنامج ليه وهو مع كامل احترامي. ورغم إن معظمه شتايم وألفاظ خارجة، لكن الناس حبته وحبت طريقته في الضحك والهزار، ودي كانت النقلة الكبيرة في حياته، وبقى مشهور والكل بيستنى فيديوهاته. وانتوا بقى قولوا لنا مين أكتر واحد فيهم بيضحككم؟